عباس كروك اليوم، وأنا محظوظ رغم اختفاءها دائما معاي. باصات كروة كيفة وفخمة، والأهم من هاي إنها آمنة. هذا رافائيل سايقنا، متدرب في مدرسة كروة لتعليم القيادة. هو سايق أمين ونشيط جدا. لما أكبر أبصير المهندس الأفضل في مواصلات. أنا أكون مدير مواصلات. أصلاً أنت متسلطة وتحبين تتحكمين في الناس. ما راح أصمم بس قطارات وباصات، راح أصمم كل شيء كي الناس يوصلون المكان اللي يبون في الوقت اللي يبون. باصاتنا لها خط سير خاص، ويقول أبوي إن في نظام يعطيها الأولوية إنها تمر على سيارتك. تقوم بذلك أجهزة الكمبيوتر في قسم مراقبة حركة السير، ويسميها أبوي خطة ذكية جدا. في الواقع أبوي مؤمن إن نظام مواصلات جيد يكون مفيد للوطن والبيئة. بتقليل عدد سيارات على الطرقات يعني التلوث أقل ونسبة حوادث سير قليلة، كذلك ينتج بيئة نظيفة وأكثر أمان في المستقبل. ركوب الباصات شيء عجيب وهي وايد مريحة. اليوم إجازتنا وراح نروح أماكن كثيرة بالباص، والجميع يقدر يستخدمها. بعد 4 أو 5 سنوات راح يكون عندنا سكة مترو الحديدية. مو بس هاي، بعد راح يكون عندنا نقل البحري راح يشيل آلاف الناس كل يوم. كل شيء مترابط، راح نقدر نتنقل من قطار إلى باص إلى قارب إلى تاكسي. فاطمة تعالي معاي بس لا تزعجيني. يلا. طبعاً مواصلات بتكون حاضرة في 2022 عشان تنقل جماهير كأس العالم. من بيشوفني؟ أنا بلعب في منتخب قطر لكرة القدم. ما قلت لكم أنا ألعب كورة. في الواقع إذا صرت المهندس الأول واللاعب الأبرز في مباراة وسجلت الهدف الفوز لقطر في النهائيات، مواصلات بخلونا أنا أصير المدير. لا أنا بصير المديرة. أنا 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 أنا. مو بس في قطر، مواصلات تتواصل مع جميع المنظمات وسائل النقل في العالم، وهم يخططون دوما للتبادل الخبرات والمعرفة والتعلم من الآخرين. أنا زرت نيويورك ولندن وباريس، شفت كيف نظام نقل السريع عندهم يسمح لي أني أشوف وأسوي اللي أبيه. هو يخلي المدينة الكبيرة صغيرة، وهاي اللي قاعد يصير اليوم في قطر، وأنا بيكون جزء منه. أتطلع لرؤية طرقات وعبارات أفضل، ما أقدر أنتظر. راح يكون شغلي إني أدور طرق جديدة ما حد شافها، حتى راح أنظم رحلة للقمر. قمر. كل شيء أوكي بس فاطمة تكون مديرتي. لا أوكي، رحلتي كلها تبدأ مع مواصلات. أتمنى أن تتحقق أحلامي.